أصحابي. أنا وإياد اشتركنا في إن إحنا نعمل الخيمة دي الجميلة دي وعملناها من ملاية وجبنا ثلاث مراوح واعتبرناهم أعمدة وملاية اعتبرناهم برضو سقف. أي ملك الخيمة وأنا بحتفل مع أول اسمه إياد. أنا سهيلة جونيور 3A وإحنا النهاردة حبينا نوريكم خيمتنا الصغيرة على قدنا. أنا عملت الدودة الخيمة والدودة والدودة. إيه رأيكم في الخيمة اللي احنا صنعناها دي؟ بتعمل إيه يا بلال؟ برسم. ترسم إيه؟ هتعلم أصحابك إيه النهاردة؟ هعلم أرسم بيت. هتحكي قصة؟ إيه هي القصة اللي هتحكيها؟ تجربة الأكسجين. Hi my teachers. Hi my friends. I am Rimas. I miss you. يا رب تعجبك التنت بتاعتي. أنا عندي التويز بتاعتي. عندي animals للهورس. الخيمة بتاعتنا احنا عملناها وكنا عايزين نوريها لكم ووريكم حيوان الأليف. اهو. واسمه مشمش. شعبان. جونيور 1 بي. الوقت اكلمكم في الخيمة وانا اقول لكم يا اصحابي انا عملت الخيمة انا وماما وكانت فكرة حلوة وعملت البايسكل وعملت المرض. احمد بدي الخيمة بتاعتي. Golden rule. I am responsible for all I do. يا ريت تعملوا خيمة زي دي وتلعبوا فيها عشان بتبقى ممتعة قوي. وده البيت اللي احنا عملناه. انا جاي اوريكم الخيمة بتاعتي. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ انا عملت الخيمة ايه ودلوقتي يلو اورنج ريد. حابب العب بالكلي بانانا اورنج. انا دلوقتي بايزن جوه الخيمة بتاعتي. انا دلوقتي هوريكم الخيمة بتاعتي الكار. أصحابي عاملين إيه؟ تعالوا معايا اتفرجوا على الخيمة بتاعتي الجميلة أنا وأصحابي والفاكهة والخضار وإن أنتوا عجبكوا أنا وأصحابي والفانوس والخروب بتاعنا والنار والجو هنا برد جدا وإحنا مولعين النار. عملنا خيمة عشان نعمل فيها